وفرشكين، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، نتمنوا لكم كل الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على اف ام احلى راديو. ان شاء الله الجمعه نتاعكم تكون تاع دي، جمعه مباركه للجميع، ان شاء الله الويكاند نتاعكم يكون مزيان، الطقس مزيان، وتوكا ما نجم يكون كان ويكاند باهي ان شاء الله، كان ما يصير حد شيء. خلينا نصبح قبل كل شيء على الكيب، نبدا كيف ما العاده باليمين. خالد صباح النور. صباح النور نضال، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله نعديو اونكور اون فوا ويكاند عنوان. صباح الخير، قلت صباح الخير نضال، صباح الخير نضال، صباح الخير في اللي يسمعوا فينا. ما خلينا نصبحش عليك مو سوسبانس، نجيب جي ما نجيب، خاطر المستمعين يبداو الصباح هذاك السؤال الحمراء. لا مش تكون كيف زعما نجيب جاي ولا يظهر عليهم كل مش يعرفوا يقعدوا متبرنشين معنا ما قلت شيء. شان نعديو ويكاند انكور اون فوا، عنوانو انس جابر والفرحه مش عارفوا قداش يعدلوا الفوليوم كان نجيب جاي ينقصوا الفوليوم. ما يقولوا لي اسمع، عندي صحاب يقولوا لي ساعات راه صوتك طايح شويه، قول لهم ليه مش انا صوتي طايح، راه نجيب يعيط. بالله يا نجيب كي تبدا تحكي في الميكرو ما تبداش تعيط هكا، عايشك يا نجيب. خلود وي بابا صبا الحمد لله. شنو البروغرام الويكند هذا؟ خدمه وانز جابر، خدمه وانز جابر، البارح انز جابر ربحت زاد الماتش، حاجه عاديه انز جابر اي حاجه. شو ريت العرب كيفاش ليه وكان واليوم باش تربح زاد كونت ال 29 مونديال واحد ان شاء الله، حتى كان ما ربحتش ديجا عندها كريدي 50 سنه تو فهمت. اما ليه ان شاء الله عامها، ان شاء الله عامها، ان شاء الله عامها. انس تبدلت لا كونفيغوراسيون تاع ماتشويت على خاطر من الاخر ولا تدخل الماتش هي الفافوري، هي اللي يخافوا منها، ما عادش داخله باش تفك ماتشويتها، بالعكس الاخرين ولاو داخلين خايفين من انس. دونك فما اون اوتر جيستيون تاع الماتشويت في الحاله هذيا، وعندنا ثقه ديما في انس وفي الستاف تاع انس باش يواصلوا. ان شاء الله اشوف معناها هنا نتبع تنس اللي صغير، فما جوارات يجيهم، عرفت تجيك الفاز نتاعك، تجيك البيريود نتاعك تاع الترشق، ان شاء الله هذه تكون الترشيقه نتاع عنص. يا ولدي اسمع، اللي يخدم على روحه ما ياخذوا حد بعين راه. صحيح. اللي يخدم على روحه كريستيانو رونالدو تكسرش مره ولا خذاوش مره بعين. جميل. هكا هو. ان توكا انس توا في التورنوا نتاع روما، ان شاء الله بون شونس ليها، ان شاء الله ربي معاها، ان شاء الله مربوحه. وبهكا وهكا بعد التورنوا نتاع روما فما لو تورنوا رولان غاروس، وهذاك اللي نحطوا فيه الكل في الكل. نجيب صباح النور، صباح الفل والياسمين، ايش بيك تضحك؟ ممكن راك نولي عندك ما فهمتش انا، يقولها لي كل مره نولي نضحك، ما فهمتش انا شنو هي الحكايه هذه. وجهك وجه كالبراءه، تعطي البراءه بتاع واحد الفندق، وجه الفندق. صباح الخير نضال، صباح الخير خالد، فهمني بالله، يعني انا ما عندها عينيك تحسك وش سبح علي. لا لا عيني والمستمعين، صباح الخير المستمعين، ما هو بشوي بشوي نبداو بالمقربون، كيفاش هي الاقربون ولا الاقربون ولا بالمعروف. صباح الخير المستمعين، انا خويا المستمعين اقرب ما نكذبش عليك، يا عادي صحيح تربح معايا 100 بوان ميرسي. ها وشكب عليا. صباح الخير تونس، يا ربي العمل عليك والشده فيك. صباح الخير ألفا، صباح الخير الناس الكل، رقدنا والله رقدنا. خلينا نصبح على ألفة، ألفة صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، عايشك صباح النور الناس الكل. توت سويت كيف ما العادة، نمشي ولنا فترة فيك يلا. فيقين مع نضال، احنا فيقين وانتم فيقين، 27 دقيقة مازلنا مع بعضنا حتى للتسعة ونص دوري وقايد، باش نبداو نحكيو على الأخبار أهم ما صار ما بين البارح واليوم. توت سويت في الـ 24 كرونو، 24 كرونو. من أهم الأخبار عن نجيب الدزيري وخالد جاوب سنترين أكثر من لازم، شنو هو السويري اللي لابسينه، شنو هو المحتايط هذوما، فسروا لي. أنا نطبق تعليمات الباترون، إذا السعدي قال جي وأنيقين جيتك. أو شنو تحب نجيب من الأخر؟ أي من الأخر أعطيهم. قاعدة تهز في الـ في الـ في الـ في الأكتاف هكا الفوق. التخذ مطيع والترهن وبيعوا. ترهن إيه قال لك شنو تحب، أحكي له شنو تحب. شنو من الأخر؟ ما يدخلش في اللونتين. عليك؟ ما فيها شيء؟ ما تنجم من فما الناس من عبوب جيز وراهم قاعدين يصحوا. ربي يستر العباد، يمشي موخا حاجه اخرى اخويا خالد. شنو نعمل؟ انا نحب انا ما قلتلكش شنو تحب، قلتلك شنو سر الحتايت هذوما. يا ولدي ديما حتايت انا، مشكل لا مش ديما، صدقني مش ديما حتايت. نجم انا نجم نضمن لك والمستمعين بتاعنا اللي يتفرجوا والله. يا اسمع قول لك الحقيقه، قول لك الحقيقه،
دقيقة نجيب شهادتك تقابل قيس سعيد؟ لا 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 رغم اللي السيد الرئيس يقابل الشباب طبعا. بلي قيس سعيد علاش ما يصبحش علينا مرة في الراديو؟ علاش هو ما يتعداش يصبح علينا في الراديو؟ علاش ما نتصلوش بيه نقولوا صباح الخير سيد الرئيس؟ قول صباح الخير سيد الرئيس، قول صباح الخير شعبي العزيز، ان شاء الله نهاركم مبروك، خدمة لارواحكم. سهل الحكاية سيد الرئيس، ما فيها حد شايرة والله بالحق. هاوني دي هاودي في هاون نعملو ما هو عنا شكون في البلاتو مقرب من رئيسة ولا يظهر لي يخدم عليه دوس يخدم عليه ملف مقرب من تصور من المشروع ومقرب من الشعب هي ديك فش نقوله احنا طبعا بيه. يلا وقيت خلنا بديو بديو في الاخبار متاعنا. خلنا نقول لك علاش لبس سوريا هاد خاطر البش تاعي كل تمسخ دونك بديت نلبس في اللي في البلاكار وكا كيفاش البش كل تمسخ ما لقيتش وقتاش ان نهز البش للافري دونك وليت نلبس في السويري يعني ما فما حتى شيء للافري ما تنجمش تغسل تشد ترفو مو ما نجمش نغسل بالله ترفو مو ترفو هذه انت تعمل كيكة طبعا تويتي كان ان نعرف رايح فما قطع حاجتي بها ايه قطع حاجتي بها مش البش الكل ان شاء الله امي ما تسمع مش ما تقوليش على الرسم ان شاء الله سوريا ما تمسخش ان شاء الله ذي شد الدار برامون ولا تخرج ترسني الله وحده خلك تقص صغونه مرحيت. يلا نبداو الفانت كات خونو بحديث ماتش الديربي. برشا تصريحات البارح برشا كلام تقال من وزير الرياضه رئيس الجمهوريه زاد كان علق على اللي صار في الماتش وما بين التصريحات اللي اثرت الجدل تصريح الوالي بن عروس نسمعوه شنو قال من بعد نرجعوا نعلقوا. شفت بعيني ناس البارح تغذي في نار الفتنة في وسط الجماهير اللي هي جماهير بريئة جاءت فقط لمشاهدة مباراة دور النهائي بين الجارين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، مباراة نهائي كأس تونس في كرة اليد. هما أطراف سياسية بعينها وإحنا حتى شاهدناهم وشفناهم، هما أعضاء برلمان منحل كانوا يغذون نار الفتنة ويرددون هتافات عنف ويرددون شعارات عنف منافية للأخلاق وتحث على التباغض والتقاتل، وهذا غير متعامل به في, 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 في تونس. نواب في البرلمان المنحل كانوا يحرضوا على العنف، هذا اللي قالوا عز الدين الشلبي والي بن عروس. نبدأ معك خالد، شنو رأيك في الكلام هذا؟ جيبها البر جيبها البر أنكور إن فوا سيد الوالي، كنا حييناه على اتخاذه ولا شجاعته في اتخاذ القرار متاع إيقاف المباراة، ولا راه يمكن صارت كارثة أكبر من اللي من اللي مما كان. تحية ليه البارح الديكلاراسيون ليكسيد زيد معناها زيد هكا هو علاش فيش في تشوف على خاطر حتى لتو أنا ما شفت كان فيديو متاع سفيان طوبيل يغني في غناية متاع فيراج يغني في غنيته تراوري يسمعوا فينا اللي يعرفوها الكمال متاعها، اما متت اغنية متاع فيراج ما قالهمش اضربوا بال ما قالهمش اضربوا روحكم بالباراشوت والا حاجه كيما هكاك. يغني كمشجع، التصويره خايبه، نائب سابق ولا نائب اللي هو ولا مسؤول سياسي سابق ولا مسؤول حكومي سابق يغني في عبارات معناك في كلام زيد لما تصويره غلط معاك، اما انه توصل تقول نواب في مجلس مجمد هما اللي حرضوا على العنف وجماهير بريئة جماهير بريئة يضربوا في بعضهم بالباراشوت، جماهير بريئة جاي من بورقيبة سكول للسالة ديريكت، معناه اثنين هي ديكلاراسيون من باب عدم الانعدام الخبرة السياسية، على خاطر كيف تقول سيد دويلي بن عروس انه النواب القدم قادرين انه يأجوا الأوضاع وقادرين انهم يهيجوا العباد، معناها عطيتهم انت القدرة اللي ما عندهمش انهم يأثروا على الجماهير. هما انت قاعد تحكي عليهم عندك درا قديش كان نواب لفظهم الشعب وما عادش يسمع كلامه، معناتها تقول هما نواب ولا اللي خد هي تسيست من الديكلاراسيون الاولى من الديكلاراسيون بتاع نهار الاول في متاع ولي بن عروس ومتاع متاع برشا مسؤولين. انا عندي سؤال اخر لنجيب تو كان بالحق مات الوالي راء نواب علاش ما يسميهمش علاش يتستر عليهم ما تسترش عليهم وقال لأنه هو تفتح بحث في معناتها تو أنت قاعد تتهم في عباد ما غير ما تسمي حد ما غير ما تقول حد لخكلاخي معناتها يولي تشهير وهو تفتح بحث في المسألة ذيك لأنه مش كان ولي بن عروس زاد مدير الرياضي طارق الفرجاوي قال لي العملية منظمة
والعنف هذا فعل فعل وبتدبير. علاش ما تسرحش الشعب وتقولوا من شبه في نفس نفس التريب نفس استراتيجي تاع الكوميونيكاسيون تاع السيد رئيس الجمهوريه. فما اطراف نعرفوهم شكونهم شكون رينا في الحبس حتى حد نجم نعطي فكره متكامله سي خالد. فكره متكامله بارك الله فيك سي خالد يعيشك. طارق الفرجاوي مدير عام المركب الرياضي برادس قال لك العملية منظمة وبفعل فعل وبتدبير وعملية محضرينها مسبقا. رئيس الجمهورية كيف كيف. وزير الشباب والرياضة في تصريحه يقول لك جاتنا تهديدات أما ما نجمش لأجله الماتش. إيه أما ما فدينيش احنا من كل مرة يقول لك فما شكون عمل ذاك تبدأ الحاجة واضحة اللي تقول فيها أما ما فما حتى اسم ما فما حتى ترانسبرانس ليس مسؤول السياسي هو اللي يقول لسامي القضاء هو اللي يقول لسامي لأنه تحل فيها بحث. شكون المسؤول يقول لسامي القضاء القضاء هو اللي يقول لسامي هون تحل بحث. الفيديو اللي قاعد يدور وعليش القضاء ما تحركش نجيب متحرك هون بدأ البحث بدأ البحث طوي عطونا نتائج البحث. الفيديو اللي يدور على سفيان طوبال ويلي بن عروس ما قالش فما نواب يحرضوا على العنف ونعاودوا نسمه قال فما نواب يحرضوا على التباغض في العباد في بعض ما قالش يحرضوا على العنف. باه الفيديو اللي قاعد يدور اللي فيه الغناية بتاع الجمهور جزء من تحريض العباد على بعض. هذا تصور ولي بن عروس ما انت هوين ماكم قلتوا لا مش صحيح. هبطت الفيديو قاعد يدور وبعثته فايقين ما نجموش نعدوه في اللي بعثته للكيب فما فيديو يدور ما انت هذه حقيقة. من المفروض في الظروف هذه الناس تهدي شوية الأمور ما انت عادية المسكين ما انت انا نقول لك ولي بن عروس يعطيه الصح بالموقف اللي خذاه في الظروف هذه ما انت علاش اللي يعمل حاجة ديما نحط عقلية تحطوا العصاف لما عمش عليها أنا حيينيه البارح تشي وين مرتوش الخبرة السياسية وين مرتيش هاني همش نجاوبك فما خبرة سياسية أكثر من هكا نجاوبك نجاوبك على خاطر احنا نحكيه على حاشين مختلفين راهو نجيب. فما فرق ما بين تقول لي راهو العملية اللي صارت البارح في بارحة الأولى في رادس مدبرة ذي حاجة فما اطراف سخنت الجمهور وعطتهم ممكن لي باراشوت وقدرهم مضروا بعضكم هذه حاجه وجري فيها التحقيق وان شاء الله تطلع نتيجه التحقيق. اما كي تخرج انت كسياسي تقول راه فما نواب سابقين مجمدين حرضوا الجماهير ما بين بعضها قاعد تعطي فيهم في قدره ما عندهمش. معناها اليوم كان يجي واحد من المجلس النيابي المنحل يقف قدام الشعب يقول لهم اعملوا كل حاجه ما يسمعوش كلامه مش بالتصور علاش تعطي فيه في قوه ما عندوش. هي مجموعه واحد يجيب الشماريخ وواحد يدخلها اي هذيك حاجه هذيك غير متفقين هي مجموعه معينه متفقين وكان حاجه اللي متفقين عليها سي كو تسيست الاحداث مش كان بتصريح الولي فما زاد الرئيس قيس سعيد اللي تكلم في الحكايه هذه نسمعوه شنو هو قال جوست بعد الاخبار اي اف ام اكسبريس وهنا راجعين تو سويت يلا مع اقوى متينال فايقين مع نضال السبعة واثنين وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين في الأخبار متاعنا مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص مقبل نحب كيف ما العادة لقيت ذي نحكيه على جات أسيونس. جات أسيونس حابة تدل الحرفية متاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتي في المدة 5 سنين وأكثر وتهدي لهم كارت كاربيرون أجيليس بقيمة 500 دينار. دونك تابعونا بعد أخبار الرياضة باش تتعرفوا معنا على شكون سعيد الحظ وإلا سعيدة الحظ اللي باش يبدأ نهار ولا باش تبدأ نهارها بالربح مع جات أسيونس. نرجو كيف ما قلت لكم على الماتش دربي ونرجو نسمع شنو وقال الرئيس قيس سعيد ونعلقون بعد. والحديث في أحداث التي حصلت يوم أمس ليست بالجديدة ولكنها خطيرة. هي كانت تسمى التربية البدنية قبل تو تقريبا ولات الصراعات بين مجموعة من اللوبيات لأنه قطاع الرياضة اللي هو تربية والمفروض يكون تربية للعقل العقل السليم في الجسم السليم اليوم العقل موش موجود موش سليم. الصراع بين مجموعة من اللوبيات وثم أيضا تأجيج الأوضاع من قبل بعض مش كل الأطراف من قبل جهات معلومة تقريبا ما راح توصل للحد هذا
هي رياضة ومش السلعة وثم مش حلبة صراع، معنى كل ما يتنظم مقابلة تولي حلبة صراع. ما حصل يوم أمس بالفعل عار على الرياضة التونسية، ولابد أن تم اتخاذ القرارات اللازمة. معنى قريبة تسيل الدماء وسالت للأسف الدماء في السابق العشر سنوات الأخيرة واللي قبلها سالت الدماء نتيجة أيضا للصراع، الصراع بين مجموعة من الأندية والصراعات الجهوية، حتى الشعارات التي ترفع قلت في إذا تمرت تستحق دراسة سياسية معبرة جدا، فلابد من اتخاذ القرارات اللازمة. به وزير الرياضة زاد قال وصلتني تهديدات قبل الماتش أنه بصير أحداث عنف وما كانش ممكن أنه نأجلوا الماتش. كيفاش نجم نفهموا الحكاية ذي؟ هل أنه يتلعب ماتش ما أهم من أرواح العبيد؟ أولا وقع اجتماع أمني مع الوالي مع وزير الشباب والرياضة قبل وبعد قرر. علاش ما صارش تدخل قبل؟ هو فما هو ديما فما تهديد أمني في بلادنا، مع فما تهديد إرهابي بطلوا ما نعيشوش، لأنه الدولة أقوى والدولة كي العملية مش لمجرد التهديدات باش نبطلوا الحياة، نحاولوا نقاوموها كيما باشروا فيها وبداوا باش تصير كارثة. السلطة رأت اللي هي توقف الماتش. إيه أما كي هو قال اللي هو صار تهديدات أنه بش يصير برشا عنف، علاش ما كبرناش الديسبوزيتيف تاع سيكوريتي مثلا؟ علاش ما زدناش بوليسية؟ علاش ما زدناش بوليسية؟ ما دام عندك أنت معلومة اللي تنجم تصير كارثة، شنو ما تتصور كان لا قدر الله صارت حاجة؟ راهو مخطر الحديث، راهو والله العظيم راهو مخطر. مانيش نحب لا نكبر الحكاية لا نأجج لا حد شيء، اما راهو انت تحكي تو على تهديد ارهابي، راهو انت تقول راهو عندي معلومه انه باش تصير مشاكل وتصير المشاكل. اي ارهابي يسمع فيك تو يقول لك راهو انت غير قادر على تامين القاعات الرياضيه، دونك انا العمليه الارهابيه جايه نعملها في القاعه الرياضيه. معناها اذا انت تقول لي راهو نعرف اللي باش تصير مشكل وتصير المشكله كومي، راهو اعلان بالفشل الاثري. خالد على خاطر مختر تو الطفل هذاك اوكي، قلت ربي ما تلبس ما يتصور كان لا قدر الله ما تلطف عليه صارت حكايه معناتها اونكور بلو غاف. كان معناتها انت عندك المعلومه ذي لهالدرجه معناتها انت غير قادر، يعني عاجز على فرض سلطه ارواح الناس، معناتها ما عندهاش معنى. في خطاب رئيس الجمهوريه البارحه مع السيد كمال دقيش وتحيه ليه استاذي بقراني في الفاكولتي، في خطابه ما خلوا اللي يلزم كيفاش الشماريخ دخلت للقاعة الرياضة، لأن هي مجموعة من الأفراد تريد زعزعة أمن البلاد هذه، وناس كل تعرفها مرة من السميد مرة من الفارين مرة من السمير، ما فدت منها العبيد هذين، ما فدتش علاش ما فدت منها مثلا شكون اللي واجه تهديدات علاش ما نسميوهش على ديما الغموض؟ القضاء هو اللي يسميه. شكون اللي واجه تهديدات؟ إيه القضاء هو اللي هو القضاء هو اللي يسميه مجموعة، هو الوزير إيش حكي ولا ولي بن عروس اللي ولا طارق الفرجاوي مدير عام المركب الرياضي برادس يقول لك اللي نحن عنا تقارير أمنية تقول الفم تهديدات وفم ناس تسعى لبث البلبلة داخل الجمهور. هذه ما تعرفش ما يهزوهمش هذوما الاسامي والتقرير والواحد ما يقولوهمش ولا عندنا هكا وهكا. ريت المشكله راهو فما فرق بين العمل الامني والعمل القضائي، اللي يهز ويوقف ويعمل كل شيء هو القضاء. انا تعرف على شنو نحكي؟ على شو نحكي؟ على العمل الامني لا على العمل القضائي، نحكي على الخطه الاعلاميه، معناها لا استراتيجي دو كوميونيكاسيون بتاع الحكومه هذه. راهو تنجم تجي تخرج، انا نجم نقول اليوم في الافلامات مشكله في استادات نتاع العالم الكل دخلوا وكهو ما يكلمك حد، مش ما يكلمك حد، يتهموك شويه بالتقصير وتتعدى. اما اش قام عليك تخرج تقول رانا عندنا تهديدات من قبل وراهم اطراف سياسيه وراهو صار كمان من مشكل، تخرج انت غلط، تخرج انت عندك المعلومه اللي باش تصير كارثه ولم ما تدخلتش السياسه في الكوره. ليه ماكش فاهمني؟ مش متدخلت السياسه في الكوره معاك يا نجيب، راهي سقطات إعلامية، سقطات في الخرجات الإعلامية، مش في تصور إعلامية. هاني شديد عليك أنا، لأنهم يقولوا الحقيقة، هو أنت تعتبر أنهم يقولوا في الحقيقة. الحقيقة شنية؟ الحقيقة لأن عندي دولة غير قادرة على تأمين مباراة عندها قادر. معلومة أنها باش تصير فيها مشاكل لولا غير قادرة الدولة أنت شوف صار في مصر في يعني. بورسعيد الدولة ما عندها البارح لأنها المسؤول الجهوي عز الدين شلبي ولا وزير الشباب ولا الامن الموجود غادي نقضوا البلاد من كارث، كانوا المتربصين واللي عاملين المؤامره هذه كانوا يحبها تصير كارث، نقضوا البلاد من كارث.
زاد مش وين فما تعديل تنبطلوا من عملوا حد شيء. محمد السويسي مشجع النادي الافريقي اللي تضرب جوستومون بالباراشوت دونك باراشوت فلام هذيك يفهم كان عندها معاه حوار نسمعوه شنو هو قال. الحمد لله الحمد لله لاباس شويه عندي كسر لهنا شفت يا اخي فما لي عمليه وعندي تسعيره لهنا في الكرومه الحمد لله لاباس وانا طفل بجنبي على راسي تكيه طول ضربتني تقلبت لتالي وانا قاعد على البراج فيها قاعد على تقلبت لتالي هكا وتقلبت تحت على كرومتي مي اللهم بارك راه الجمهور الكبير وجور التراجي هي فما عباد عباد تلقاها في السطور ماهيش تاع كوره خطيتها كوره خطيتها كل شيء تمشي تبركي تعمل كذاش تضرب ربي يهديهم ربي يهديهم هم ولاد الجيران يقعدوا بالتليفون كان كشخ نطلبوا كساحلي نطلبوا نطلبوا بعضنا نسمعوا بعضنا الحمد لله. والله ساعات تقول معناتها الجمهور بلو ماتور كو لي ريسبونسابل ولا كي تسمع ساعات ان توكا محمد السويسي هذا اللي كنا نسمعوا فيه دونك مشجع النادي الافريقي فما زاد مشجع اخر للترجي اللي تضرب زاد كيف كيف باراشوت في فخذه شيء يوجع القلب انه بالحق واحد يجي باش يتفرج في الجمعيه نتاعو يروح حالته هكا الوغ كو لي انكور بلو غراف ما الحاجه اللي تزيد تمرضك سي كو تبدا انت تو تسمع من بعد اللي يخرج يقول راهو كانوا عندنا معناتك اون افي لانفورماسيون اللي باش تصير كارثه واللي باش يصير عنف واللي درا شنو سامحني انت عندك المعلومه هذيا الحاجه الوحيده اللي تنجم تعملها معناتها ابسط حاجه تنجم تعملها نقويو الديسبوزيتيف دو سيكوريتي من اللي كانوا باش يكونوا 500 وليو 1000 من اللي كانوا هذاك هو المطلوب وهذا كون اون اوغي بو ليفيتي معناتها الحاجه اللي اون بو با ليفيتي والله قال صح اما الحاجه اللي نجم اون اوغي بو ليفيتي على خاطر عندك معلومه بالمسبق هذاك اللي يوجع ان توكا نتعديو الاخبار اخر خلينا نحكيو على الزيادات نهارين اللي فاتوا برشا حديث على زيادات وانه باش تكون زيادات جديده وعلى اساس البارح باش يتم الاعلان عليها برشا عباد البارح تتفرج وتستنى باش نسمعوا شنو ما الزيادات جدد هذوما نصر الدين النسيبي الناطق الرسمي باسم الحكومه في الندوه الصحفيه البارح يقول راهو الحكومه ما قررتش زياده في الاسعار وانه القرار تاخذه بشكل فردي يقول انه باش يتم رفع قضايا ضد المسارح والمنتجين الاعلاف على خاطر زادوا ما غير ما رجعوا لسلطه الاشراف. نجيب الدوله قدمت قضيه في مجلس المنافسه بالناس هذه اللي تزيد من غير ما اتفق مع الدوله اليوم هذا واقع التوانسه فما تحالف ما بين الاسلام السياسي ولوبيه الفساد يا نحكمكم يا نجوعوكم مرة على الفارينة مرة على العلفة مرة على المود الأولي على العظم على كل مرة نسمع حكاية وما زلنا باش نسمعوها والبارح برك زاد سمعنا على السيمان والحديد وزادوا في السعر من غير ما يرجعوا للدولة هذه ناس في تصور له أقوم الدولة لوبيات تقول لك أنا بما أني مصالح في السلطة تمسك فما ما أقوم الدولة هما في ذهنهم هما في ذهنهم لكن الدولة هي ديما تبقى الأقوى والشعب في والشعب شلق بيهم وهما يسحبوا الشعب ونشلق بيهم ليه الشعب شلق بيهم هذه حقيقة الشعب شلق بيهم هذه ناس تحب تعكر فهمني الحياة الطبيعية للتوينس كل نهار يحكيوا في حكاية وما فهمش منها أصبح نجي هما يحكيوها في الليل أصبح جي لعلي وسئل لعلي من نقشها وتولي تقول على حقيقة يكون أنا نحب نسأل يكون نحب نسأل خالته مثلا كلام وزير الفلاحة اللي سمعناه من نهارين تيري في الأخبار وقتها أعلن أنه باش تكون فما زيادة شنو هذاك متى واحد يجي يقول حاجة معناها مرة أخرى نحكيوا في سقطات مش يلزم نورمالمون يكونوا اون كولابوراسيون يكونوا يخدموا مع بعضهم يكونوا متفاهمين واحد يجي يقول لك راه باش تطلع باش فما زيادات من بعد يخرج نسيبي يقول راه ما فما زيادات ما جوستومون انا معك باش حط الامور في اطار الخرجه نتاع نسيبي البارح انا عجبت يحكي برشا راسورانس يحكي برشا ثقه يحكي برشا وضوح خاصه كنا نادينا في البلاتو هذايا برشا مرات انه يخرج الناطق الرسمي للحكومه احنا نادينا بخروج السيده نجلة بودن ولا حتى رئيس قيس سعيد في الخطابات تقريبا اليوميه يحكينا على الوضع الاقتصادي ما يصيرش خرج الناطق الرسمي باسم الحكومه حكى على الوضع الاقتصادي توميو البارح حكى بالباهي حكى حتى على قدره الدوله على دفع ديونها ممكن نرجعوا لهم بعد وحكى على حكيت الزيادات في ديسكور مخالف تماما للديسكور اللي عملوا ولا الخرجة الإعلامية اللي عملها وزير الفلاحة الياس حمزة في نشرة أخبار 8 متاع بارحة الأولى سيد الوزير وكنا قدناه البارح قال راهو معناها نطمئن العباد راهو باش يصير زيادات في عيد الجلاء الزراعي يا أخي فهمت الحكومة وفهم الناطق الرسمي أنه
كانت غلطة إعلامية دونك وجب إصلاحها والبارح تم إصلاحها أي توميو. أما هذا شنو يقول لنا أنه فما مشكلة متاع تنسيق، فما مشكلة متاع خدمة، فما خلافات في صلب العمل الحكومي بيدو، وهذه مش العركة مش العركة مش الاختلاف الأول، معناها نعرفه في الكواليس فما عركة ما بين السيد وزير الشؤون الاجتماعية ملك الراشحي ملك الزاهي ووزير الداخلية شرف الدين، وريت هالعركة ونضرب المعارضين هكا يقولوا المعارضين يقولوا فما مشاكل في الكواليس بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية. البارح فما تضارب في الديكلاراسيون ما بين وزير التكوين المهني ووزير هذيك الديمقراطية، فما مشكلة في الديمقراطية. لا لا العمل الحكومي في ظل الحكومة عندها السلطات الكل ما لازمش يكون في كونتراديكسيون كيما هكا. قبيلة قلت نسيبي كان تمن البارح يقول أن تونس عندها إمكانيات باش تسدد ديونها والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروري. نسيبي زاد البارح كان جاوب على تصريحات غازي جاويشي جوستمون اللي كنا نحكيو عليهم، وقال انه رئيس الحكومه ومجموعه من الوزراء قدموا استقالتهم، رئيس رفضها، وقال انه هذه اشاعات مش صحيحه، وهو اللي اكدته زاد نجلة بودان البارح في لقاء مع رئيس الجمهوريه اللي طلب انه النيابه العموميه تتحرك في الموضوع هذا. قبل ما نحكي في الموضوع هذا نقطه في الزياده في الاسعار، لانه فما بعض التجار بداوا يزيدوا وزادوا في العظم تقريبا ولا ب 13%، الكيلو دجاج زاد، الحليب زاد، هذه عمليه حقيقيه كي تمشي للعطار تراه منبر يافي منقولوا للمواطنين راه زياده ما فماش، وكي تمشي للعطار ويزيدك اطلب الخط الاخضر بتاع وزاره التجاره راهم يزيدوا من روس الدوله ما وافقتش على الزياده، وكي تمشي في الحومة زيدوا يتلطف فيه. مشيت للعطار وعطاك سوم مش هذاك وطلبت انت النمر ذاك يجيو المراقبة وخطيه والسيدة ذاك زادا مش معقول هم حاضرين انه كل تليفون يجيهم يتحركوا يعملوا الانسيسير نحن نحاول اش نعملوا نقبلوا بالزيادة وكهو الدولة قالت انا ما زدتش اليوم في العطارة حقيقة انه في النمر الاخضر وما طيبش نهارتها تقعد تستنى لا الناس زادت من روسها الناس بالعاني تحب قول فما أزمة في البيض وتأجج في الوضعية هذه حقيقة. أنا الصباح فما ناس مشيت العطار قالوا راو الزيادة صارت يسمعوا في الوزير زادة فما مشكلة إذا كان في الأخبار ما فما الزيادة وفي الواقع فما زيادة شكون نصدق؟ ولهذا يلزم الدولة تحمل مسؤولياتها كي تقول ما فهم الزيادة يلزم ما فهم الزيادة حقيقة. أنتو كابرابور الديكراسيون بتاع غازي شويشي نورما موسوية قليلة ونسمعوا أن وزيرة العدل تأذن النيابة العمومية باش تتحرك ضد تصريحات هذي وزيرة العدل البارح لأن هي رئيس النيابة العمومية كلمت الوكيل العام لأنه السيد غازي شويشي هو محامي وجاري البحث لأنه هذه العمل لربك الحكومة وكان عندنا نحن السبق البارح وقت الجل أخبر وفما شكون ينبر يقول لك نجيب ناطق رسمي كيما نصيبي لان انا البارح دوبا ما سمعت الخبر قلت ارباك العمل الحكومي لانه باين ارباك العمل الحكومي انت كمعارضه ريتك ريت نجلة بودان قدم استقالتها دخلت للقصر شفتها ما عندها ماهوش معقول هذا جيت باش تربط مسار كامل قيس سعيد لب معناها وعادي راهو قيس سعيد البارح في الجلسه مع نجلة بودان هو طلب النيابه العموميه انها تتحرك ضد العبيد اللي قاعدة تحاول هذا كل ما فهمش منه ما فهمش منه هذا البارحة نجلة بودن قالت ما فهمش منه ونستغرب هو وكيل وزير اما تحرك نيابة العمومية فهمه ايه نجلة بودن البارح مع رئيس الجمهورية قالت استغرب هو وكيل وزير وهذا معناتها شاهد من الاهلية نجلة بودن بداء اللي اتهموا فيها وكذا قالت ما فهمش منه نتقسم بالحكومة ما فهمش منه نقشوا في حاجة افتراضية به. في مخ غازي الشواشي برك عندي سؤال هاو معناتها رابيدمون وبكلمه نيابه العموميه تحركت في الموضوع هذا هكا ولا علاش مش بكلمه ورابيدمون تتحرك نيابه العموميه في الموضوع اللي قبله نتاع الدربي والماتشويت واللي صاير البارح مادام فما شكون قرر عنا اسامي ونعرفوا يعني كل شيء هذايا باش تقعد نقطه لا بكلمه تحركت نيابه العموميه نمشي للانفو ترافيك ترشيت يلا Shell V-Power, le carburant premium, il y a le moteur carabtek Axel Nager à Ophéryle. Shell V-Power, super sans plomb et gasoil sans soufre, et le produit de l'année, le lame Fenir la Tawili. Ntoum à Fekin, fi aqwa matinal, Fekin ma nidal. 7:54 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص. نحب نمشيو الموضوع آخر نجيب خالد هيئة الانتخابات الجديدة واللي تم الإعلان مدة الأخرى على تركيبتها تأدي البارح اليمين قدام رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي البارح كان عنده تصريح أثر الجدل خلنا نسمعوا شنو قال بالضبط. هدف متاعهم ضرب الدولة ووحدتها
اليوم لابد من إعادة الأوضاع إلى نصابها ولتكن جمهورية جديدة تستجيب لمطالب التونسيين بالفعل، ليس لمطالب بعض الجهات التي لا أريد أن أصفها ولكن أتعفف عن وصفها. هذه الجهات التي يقولنا جاءوا بعض الخبراء من الخارج لا قادرين بإمكانياتنا الذاتية، قالوا لنا نبعث مراقبين، ما ناش دولة محتلة بل تبعث مراقبين وملاحظين، ما كنتوا تبعثوا في ملاحظين قبل وكنتوا تبعثوا في برقيات التهاني وتعرفوا هي انتخابات مزاج به اسمعني شنو قال لك نبعثوا مراقبين، احنا مش دولة محتلة، هذا كلام اللي قالوا تعرفوا اللي هي انتخابات مزيفة، ما عرفش يحكي على الفترة متاع 2011-2022 ولا على قبل 2011 من قبل يحكي على فترة بن علي، معناها بحب نعرف هو لو فات انه يبعث مراقبين مش حاجة ديما تتعمل مع برشا بلدان حاجة نبدأ نقول مبروك لهيئة الانتخابات الجديدة، والبارح رئيس الجمهورية شكرا لأنه أدوا اليمين نهارت اللي حلت بتونس مساعدة وزير الخارجية الأمريكية اللي المرة الفاتت شهر الفاتت كي جات قابلت نبيل بافور، الجهة الوحيدة تقريبا قابلته قابلت نبيل بافور واستقوى نبيل بافور وعمل تصريح واستقوى بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية. نهارت اللي جات مرة أخرى لتونس بعد بشهر أدوا اليمين لهيئة جديدة، رئيس الجمهورية يقول لك علاش مراقبين دوليين واش بينا دولة محتلة، اش بينا احنا نبعثنا لفرنسا اللي صارت انتخاباتها ليمة القليلة القادمة، بعثنا مراقبين لانتخابات امريكا اللي دخلوا واحتلوا مبنى الكونغرس الامريكي، علاش هما يبعثوا لنا؟ علاش ديما نخزروا يخزروا لنا محقرانية، هما يعسوا علينا وهما الديمقراطية وهما اللي مسيطرين على كل شيء ونحن عالم ثالث يبعثوا لنا المراقبين نتاعهم، علاش؟ نحن دولة ذات سيادة والمواطنين هم اللي حدوا مصيرهم وهم اللي حافظوا على ديمقراطيتهم، لأنه ما حاجتش بديمقراطية مغشوشة، ما حاجتش بديمقراطية ديمقراطية العراق، لأن الديمقراطية هي برلمان منتخبة وحكومة منتخبة، البرلمان المنتخبة الحكومة المنتخبة تعبر عليه إرادة الشعوب، وإرادة الشعوب التونسية تتصور اللي هي قادرة باش تحمي ديمقراطيتها. معاك نجيب، وانا نتمنى معناتها انه بالحق نكونوا هكا وانديبوندون اللي تحب عليه انت، اما مش ممكن انه هو يقولوا مثلا كان انتم تحبوا معناتها اون فو سوتيان ونقفوا معاكم، يلزمنا احنا نتاكدوا انه الحاجات الكل معناتها تصير امور قانونية، على ذلك باش نبعثوا مراقبين باش نتاكدوا من بعد غادي وين احنا اون فو سوتيان. ما انت كيف اللي تعرف وانت تعرف اللي احنا اون بيزون بالسوتيان هذاك، حاجتنا به السوتيان هذاك نتاعهم تحب ولا تكره. اللي قدم تنازل يقدم برشا تنازلات، اليوم يقول لك انا باش نراقب لك انتخاباتك ونحبها كيما ونحب نتائجها كيما نحبانا، غدا يقول لك انا باش نعطيك فلوس يلزمني نحط الوزير الفلاني، بعده يقول لك يلزمني نحط الرئيس الحكومه الفلاني، بعد بريود يقول لك يلزمك الرئيس الفلاني. زاد اللي يقدم تنازل يقدم برشا تنازلات. الجمهوريه الجديده في تصور قيس سعيد وفي تصور التوانسه الحرر اون جينيرال هي الدوله ذات سياده، الدوله ذات سياده القانون فيصل بيها. الدوله ذات سياده معناتها بالنسبه ليك ما حاجتهاش لا بامريكا لا بفرنسا لا بحد. لا اصدقاء اما ند لنا مانيش صناع بهم ولا مانيش صناع عند حتى حد، نتعاملوا في كنف الاحترام، يحترمونا نحترموه، هذوما دول اصدقاء فهمني ولا يحترمونا نحترموه. كيفاش نحكيوا على دوله ذات سياده كان احنا حاشنا بهم وحاشنا بفلوسهم وقاعدين نوجهوا مع تبريسك في طلبات من يا كي يعطونا فلوس باش التونسه تفهم، راه مش يعطونا لليه كي البنك نخلصوا فلوسنا من اللي بدينا نتسلفوا من اللي بدات الدوله التونسيه الحديثه السلف هذاك وين نتسلفوا ونرجعوا فلوسنا. ما نجموا يقبلوا باش يسلفوا وينجموا ما يقبلوش هكا ولا هذا الصندوق هو بنك السلف هذاك حاشنا به هكا ولا هو يقول لك كان انت تحب انا نقف معاك يلزمني انا نبعث مراقبين ونتاكد انه انت في ديمقراطيه واللغه هذيك الكل. كي كانوا يبعثوا في وقت بن علي في مراقبين هاهم يسلفوا، ها في وقت بن علي وكنت انتخابات مزوره 100% بن علي جاب في 99%، شبيهم المراقبين حمود ديمقراطيه في وقت بن علي؟ تعالوش نخزروا الكيل بميكيالين، ما فما مراقبين دوليين يجيوا يمشيوا لحي المكتب حي النصر والمكتب المنزه والمكتب اللاك ويقول لك والله انتخابات باهيه في تونس، وبعد يعملوا لهم عشاء في بعض الوتله ويقول لهم انتخابات باهيه في تونس، مش هكا كانت تصير قبل 2011؟ ها مفكروا مراقبين علاش تيما هذه الحقيقه. ما نكذبش عليك، انا مش نقول حد شيء وباش نمشيو تونسيت الميتيو الاخبار السبور وقدموا تبرانشين معنا انا راجعين لكم تونسيت يلا.